الإخوان المشاهدين ومتتبعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الإخوان غتشوفوا معنا، بنوريكم غير هاد الشاحنات اللي هازين هاد القادوس ديال الماء باش تعرفوا. ها هما الإخوان على اليسار، ربما جايين إما من الدار البيضاء إما من الجرف الأصفر. إذا كانوا كيتصايبوا في المغرب كيكونوا جايين من الدار البيضاء، كانوا جايين من الخارج يكون جايين من الجرف الأصفر ولا من ميناء ديال الدار البيضاء. المهم الاخوان، هذا القادوس اللي كتشوفوها هما هازين من الشاحنات على اليسار، هادو هما اللي غادي لذاك المشروع ديال الماء ان شاء الله اللي غادي يجيبوه. هو مشروع كبير جدا، الماء اللي غايجيبوه من حوض سابو الى سد سيدي محمد بن عبد الله بالرباط. وكاين واحد المشروع اخر كذلك جاي من واحد السد قريب النواحي ديال صفرو، غايجيبوه في اتجاه جايبينو معاه في الطريق الاخوان على طريق السيار من فاس حتى لمكناس. جايبين واحد القادوس الاخوان على هاد الشكل ديال هذا اللي شفتو هنا على اليسار. المهم الاخوان، حيت راه دزنا مع ديك الطريق ديال مكناس وشت لاقينا مع الشاحنات وشتناهم فين حاطينهم. المهم الاخوان، هاد القادوس الكبير اللي كتشوفو هو بعدا اولا هو اللي غينقل الماء من حوض السابو الى نهر ابي رقراق، الى السد ابي رقراق، باش يزود الجهه ديال الرباط بالماء الصالح للشرب. الاخوان تحيه لكم اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. الاخوان، هاد الطريق اللي كتشوفوا معنا هنايا من نواحي ديال المحمديه اتجاه ديال الدار البيضاء، غادي يمشيو حتى تتمليل ان شاء الله، حتى محطه الاداء ديال تتمليل. وتحية لكم إخوانا أينما كنتم، فرجة ممتعة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. خليكم مع الفيديو حتى النهاية، السلام عليكم. الاخوة المشاهدين، كما كتشوفوا هاد الطريق اللي دازت على اليمين، هادي كانت طريق السيارة اللي وسط الدار البيضاء، وهادي الطريق المداري اللي على اليسار، الطريق المداري في اتجاه ديال طيط ملي لمراكش. الناس اللي ما غيدخلوش وسط الدار البيضاء كيشدوا هاد الطريق، هادي هي الطريق اللي خارجة شوية على الدار البيضاء، الطريق المداري، طريق السيار حتى لطيط ملي ان شاء الله. خليكم مع الفيديو حتى النهاية، وفرجة ممتعة الاخوان.